نتكلم في موضوع مهم جدا وشائك الى حد ما، وهو هنتكلم عن السوشيال ميديا والمؤثرين على السوشيال ميديا وحياتهم. الناس بتبص لهم ازاي؟ هم بيبصوا لنفسهم ازاي؟ السوشيال ميديا حلوه ولا وحشه؟ خلينا ندخل في الموضوع على طول. اول حاجه يا جماعه، انا اصلا عموما لما بقعد فتره طويله مع مامتي، مع جوزي، مع اولادي، مع عيلتي، عندي طاقه لان انا اتكلم في مواضيع صداميه كده، اللي هو ساعات بحس انه ممكن حد يفهمني غلط، بس بحس انه يعني انا كده، ما انا حقيقيه، واهلي مثلا عارفيني، صحابي عارفيني، وانا كده، فمش مهم لو حد تاني مش عارفني فهمني غلط. فببقى اللي هو هتكلم. اول حاجه عايزه اتكلم فيها انه المؤثر الحقيقي اللي هو عايز يعني يبقى بصمه، مش عايز يبقى مشهور وخلاص، ده عايز متابعين حقيقيين. وده لو جرب مثلا طريقه ولقى ان الطريقه دي هتجيب له متابعين، لا مش هيستفيدوا حاجه دول متابعينه مثلا عشان يكسبوا حاجه. انا فاكره جربت الموضوع ده مره، لقيت انه ايه ده، الناس دي مش متابعيني يا جماعه عشان تستفيد، الناس دي متابعيني عشان تكسب. لا خلاص، انا مش عايزه اللي هو، لا مش هعمل كده تاني، وانا ندمان ان انا عملت كده. في ناس بقى لا، مش فارق لها حد يتابعها يبقى حقيقي اصلا، اللي هو لا انا هحط دلوقتي. للاسف بقى في مسابقه وبقى في ضغط، اللي هو يا جماعه مسابقه ثانيه بقى، مسابقه اللي هو انا هحط متابعين مش حقيقيين، انا هحط فيورشيب مش حقيقيه، انا هحط لايكس مش حقيقيه. مفيش حاجه تستاهل كده اصلا، يعني مفيش حاجه تستاهل ان انت تعمل كده، وان انت تعمل كانك بتعمل ضغط على الناس اللي هي بتعمل محتوى حقيقي. انا بتكلم بقى عن الناس كمان اللي هم بنقول عليهم مايكرو انفلونسرز، اللي هو انا متابعه ناس عندها 2000 فولوور، وعندها 3000، وعندها 10000، وعندها 50000، وبستنى هينزلوا ايه من كتر ما محتواهم حلو جدا ومحتواهم حقيقي جدا ومؤثر جدا في حياتي وفي شخصيتي، وبيديني افكار مثلا البس ايه واعمل ميك اب ازاي والكلام ده كله. مش برقم المتابعين يا جماعه بجد. فخلينا نسال نفسنا، عشان في ناس تقعد معاهم تقول لك انتوا بتوع السوشيال ميديا، او انا مثلا دلوقتي وانا بكلمكم في حد من الجيران اللي هو باصص اللي هو بتوع السوشيال ميديا، اللي هو انا اي دونت كير خلاص الناس هتبص ازاي، اي دونت كير الناس هتشوفني ازاي، انا هعمل فعلا الحاجه اللي انا حاساها في المكان اللي انا حاساه في الوقت اللي انا حاساه عشان توصل للناس من قلبي لقلبهم. مش مهم بقى الناس تقول ده انفلونسر كبير، لا، المهم ان انت تبقى بتحترم نفسك وبتحترم البراند، والبراند بتحترم نفسها برضو. خلينا نسال نفسنا، في براندز يا جماعه لا هم بيحترموا نفسهم، فاللي هو انا لا مش اخلي ده، حتى لو عنده، انا دلوقتي عندي براند الماتشا، تمام، انا لو حد عنده 10 مليون متابع وبيعمل حاجه اسفاف او محتواه ملوش اي لازمه، او هو شخص مش حقيقي، او هو شخص يعني غير مهذب، او لا مش هبقى عايزه ان هو ده اللي يبقى بيتكلم عن الماتشا، يعني حتى لو هو جابها وتصور بيها مش هحط صورته عندي، مش هعمل له ريبوست اصلا، مش عايزه. فالبراند المحترمه بتحترم الناس اللي تمثلها. انا فاكره مثلا في مره سافرت مع بي ام دبليو عشان ريفيو العربيه الاكس 3، فانا كنت مستغربه جدا، يعني انا عربيتي مش بي ام دبليو، عربيتي حاجه تعتبر الكومبيتيتور بتاعها، فاللي هو ليه؟ شفت انه هم عايزين حد حقيقي ركب ام حقيقيه بسيطه، مش كار ريفيور تركب العربيه وتقول لهم ايه الحلو وايه الوحش، تطلع فعلا تتكلم عن الناس مع الناس بطريقه حقيقيه عن العربيه. زي سيم برضو لما اشتغلت مع سامسونج، ودلوقتي انا سامسونج براند امباسادور ومبسوطه جدا بده. انا فاكره لما مره كنت مسافره، حد من المانجرز الكبار قوي يقولي انا كنت بحب بتوع السوشيال ميديا، حد تاني انا لا انت غير الانفلونسرز، انت اللي هو يا جماعه احنا ليه شايفين الانفلونسرز بطريقه معينه؟ مش كل صوابعك زي بعض. وانا خليني اكلمكم في حاجه مهمه جدا، احنا المفروض بقى نلوم مين؟ الموضوع ده بقاله فتره بيجي في دماغي على فكره، والنهارده وانا بقلب كده على السوشيال ميديا لقيت انفلونسر جميله قوي اردنيه بتتكلم في الموضوع ده. فاحنا بنلوم نفسنا انه احنا اللي عندنا فضول، فضيحة فلان مش عارف فرح مين واتطلقوا واتجوزوا وهي حياتها الشخصية ايه، واصلها بصوا دي عملت كذا، واصله فلانة عملت مش عارف، اصل فلان عمل مش عارف ايه، واصله مش عارف مين عاملين حفلة عيد ميلاد فين، اصلها حامل وعملت حفلة مش عارف فين. فبقينا بدل المؤثرين نفسهم نبقى حقيقيين، ونبقى اللي هو احنا بنعمل ده عشان ميموريز لولادنا ولنفسنا وحياتنا، ونبقى حقيقيين، بقينا بنعمل ده عشان
عشان نعمل بيه باز على السوشيال ميديا، ده مش صح، ده مش هيدوم. يعني انت لو عايز تبقى مؤثر حقيقي لازم تبقى انت مع نفسك حقيقي، لازم تبقى انسان اللي هو بتعمل حاجه حقيقيه. مش مهم عدد المتابعين، عدد المتابعين انت لو عايز تبقى مشهور وخلاص، هدفك ان انت تبقى مشهور، مش هتبقى مشهور، ممكن تبقى مشهور بفضيحه، يعني الشهره سهله دلوقتي. لكن لو عايز تبقى يبقى ليك بصمه لازم فعلا تقدم حاجه ليها معنى، حتى لو الحاجه دي ان انت بتشارك الناس الشيء الايجابي من حياتك، بتشارك الناس لحظات تخليهم مبسوطين، لحظات بهجه، بتشاركهم شغفك بالقرايه، شغفك بان انت تلبسي وتنسقي مثلا لبس، وبدل ما اعمل الجاكيت كده اعمل حط حزام مش عارف ايه، كل ده حلو على فكره. وما تقللوش من مجهود حد يا جماعه، عشان خاطري ما تقللوش من مجهود حد. اللي ورا كاميرا اللي بيحصل مجهود ومجهود كبير، بس لانه السوشيال ميديا والحاجات الكتيره قوي اللي احنا بقينا شايفينها على السوشيال ميديا دي خلتنا بقينا بنقول اه بتوع السوشيال ميديا. انا فاكره مره من قريب كنت في ميتنج، فحد بيقول لي لا ما انا ما اعرفش، مش على السوشيال ميديا متقال ان انت اصلا كلينيكال فارماسيست، ولا ان انت عامله ام بي اي في باريس بزنس سكول، وان انت بتدرسي في الجامعه، وان انت بتشتغلي. مش ما انا مش لازم اكتب كل حاجه، مش كل يوم هقعد اقول قلتها مره واثنين وثلاثه، مش همي على فكره، لانه انا مش صوره، فاللي هيشوفني صوره خلاص مش هيفكر البني ادمه دي وراها ايه، ايه الخلفيه، ايه الحاجات اللي كونت شخصيه داخله على 35 سنه، كونت افكارها، كونت طريقه تفكيرها، طريقه كلامها، حلتها كده خلاص. يعني عايزه اقول لكم على حاجه، انه انا اول ما ظهرت على السوشيال ميديا، الفتره اللي انا ظهرت فيها دي كانت اكتر فتره انا محاطه بناس سلبيه جدا في حياتي، ومحاطه بناس مش حابيني كده اللي هو من غير سبب. واكتر الحاجات الغلط اللي انا عملتها ان انا كنت بحاول اثبت لهم انه لا انا مش وحشه زي ما انتم فاكرين، انتم بس فاهميني غلط، انا انسانه. فاكتشفت انه لا ده غلط، انا ليه اثبت لحد اصلا ان انا كويسه؟ ما انا عارفه ان انا كويسه، انا اثبت لنفسي، انا خليني مع نفسي، اثبت لنفسي، احب نفسي، اتصالح مع نفسي، وخلاص كل حاجه هتتظبط. وفعلا لما عملت ده واشتغلت على نفسي بس، وتجاهلت اي حد سلبي، تجاهلت اي حد ممكن يحبطني، بقيت انا. يعني انا حاسه انه في السنه اللي فاتت دي انا اقرب شخصيه للي انا كنت بدور عليها طول حياتي. خلينا نراجع نفسنا، انه فعلا 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 المؤثر الحقيقي محتاج متابعين حقيقيين، محتاج ناس حقيقيه يوم ما يقابلوه في الشارع يقولوا له احنا ازاي، انا ما حد بيقابلني زي كده، دكتور عامله ايه، اخبارك ايه، وبنات ومش عارف الدكتور اخباره ايه ومش عارف ايه. انا ده بيطمني على فكره، انه لا احنا مش رقم على سوشيال ميديا، احنا ناس حقيقيين، احنا مجتمع، احنا ناس شبه بعض في حاجات كتير اتجمعنا، واللي مش شبهنا مش مستحمل اللي احنا بنعمله ومش زعلانه. يعني انا مش متضايقه انه حد مش يقول لي لا انت بقيتي كذا، انت بقيتي، حد يقول لي تغيرتي، لا انا ما تغيرتش، انا مش شبهك قوي في الحته دي، فانت عايزاني ابقى شبهك او عايزني ابقى شبهك قوي في طريقه مشيتي او كلامي او تعاملي مع بناتي، او انا مش هعرف، انا هينك، انا هبقى شبهي، انا هفضل شبهي، انا انت كل ما بتعرفني اكتر او انت كل ما بتعرفيني اكتر بتلاقيني مختلفه عن الشخصيه اللي انت رسماها لي في دماغك، او اللي انت عايزه تشوفيها في دماغك شبهك، علشان تحسي ان مش انت لوحدك. احنا مش شبه بعض، احنا مش زي بعض. مراحل النضوج في حياتنا كمان بتغيرنا، فاحنا ايوه بنتغير. انا الحمد لله مبسوطه ان انا بتغير، واحساسي ان انا بتغير للاحسن. يعني انا زمان ما كنتش اقدر اقعد اعمل فيديو كده، انا عارفه ان في حد عمال بيتفرج عليا، بس I don't care، اني متوتره شويه. ايه تاني كمان السوشيال ميديا بتعمل علينا ضغط في حاجه ثانيه، انه احنا من كتر ما بنلاقي ناس وشها بيرفكت، شعرها بيرفكت، وحياتها بيرفكت، وطول الوقت بتنجح وبتتكرم، لا يا جماعه، ما احنا نفكر، هي دي لحظات. يعني انا قعدت اعمل 50 ستوري في اليوم، والستوري 15 ثانيه مش هيكمله ربع ساعه من اليوم كله، فدي لحظات. في حاجات كتيره قوي 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 وصلت البني ادم ده لده، واحنا كلنا بنحب نحتفل باللحظات الحلوه اكتر من اللحظات الصعبه اللي في حياتنا. بنحب نسجل اللحظات الحلوه، بنتصور في الافراح، ما بنتصورش في المياتم. فهي دي الفكره، انه اللحظات الحلوه بتاثر فينا اكتر. كفايه رغي كده النهارده، اتمنى اكون قدرت اخرج رساله اللي انا عايزه اوصلها، وان ما حدش يفهمني غلط، يا رب ما حدش يفهمني غلط، لانه اتس نوت ذات ايزي. انت بتتكلم باللي جواك بس، طبعا طبعا لو في اي حد قاعد بيتنيلك على غلطه ممكن يفهم كمان، فمعلش. المهم ان انا
انا من جوايا عارفه ان انا مش قصدي حد. يعني اللي انا هقدر اقوله لكم في الفيديو بتاع النهارده من ضغط بيبي ماتشبوك، دوروا على نفسكم، خليكم اكتر حد شبه نفسكم. ده مش سهل، مش هضحك عليكم ان انا 24 ساعه بحب نفسي و24 ساعه متصالحه مع، لا بيجي عليا وقت ببقى متضايقه، بيجي عليا وقت ببقى مخنوقه، بيجي عليا وقت لما حد بيضايقني ببقى بقعد افكر فيه، اقعد اقول هي ليه عملت كده وهي ليه مش عارف ايه. بس بعدين لما برجع افكر بقعد اقول طب انا هقعد اتضايق؟ طب ما هي هتاخد من طاقتي اصلا، يعني ان انا اتضايق من حد او ان انا اوصل لمرحله ان انا اكره حد، دي خلاص ما بقتش بتحصل. يعني انا ان انا اوصل لمرحله ان انا اكره حد، لا 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 انا مش اكرهك، انا اخرجك من حياتي او اخرجك من حياتي، لانه انت هتاخد من طاقتي، انت هتطفيني، فمش هسمح لك او مش هسمح لك ان انت تطفيني. ودي نقطه مهمه قوي اشتغلوا عليها اي حد، وعلى فكره ممكن تلاقيهم ناس قريبين فما فيش اي مشكله، وهيتصدموا جدا انه لا وانا كنت بحبها وعمل، لا هو هي نفسها مش عارفه ان هي ما كانتش بتحبك، فمعلش سيبيها هي بقى، كل حد في حاله عادي ما فيش اي مشكله. المهم نتعلم من الدرس ونفضل نفكر نفسنا انه الدرس ده غير مننا، وانه احنا محتاجين نشتغل على نفسنا. ولو قلت بقى نصيحه للناس الزغنطتين، لان انا عندي متابعين كتير قوي صغيرين على السوشيال ميديا، انت مش رقم متابعين ولا رقم ناس انت متابعهم ولا رقم اعجاب اهلك ولا صحابك، ولا انت مش رقم، انت انسان كيان، انت حاجه كبيره قوي. وانا زي ما بقول لكم انا كل ما بقعد مع اهلي اكتر وبقعد ابص كده ازاي شخصياتنا مختلفه وازاي احنا على طول بنوحش بعض، ازاي على طول محتاجين بعض قوي. انا بصراحه مش هضحك عليكم، انا من غير عيلتي ولا حاجه، يعني انا احساسي انه طول الوقت اهلي موجودين، انا ده عامل لي كده اللي هو يوم ما هحتاج حضن عندي ماما وخالته ومرات خاله ومرات خاله ومرات عمي، يا كل دي امهاتي كلهم احضان كده، اتربينا كده، وده اللي نفسي اربي ولادي عليه. وده اللي انا حاسه انه مهم يكون موجود عندي على السوشيال ميديا بلاتفورم بتاعي انا، اللي هو دكتور نوران انديل، اللي هو عيلتي. انا ما بعتبرش ده حاجه غير ان هو عيلتي، فعشان كده انا عايزه العيله دي تبقى طول الوقت مستنيين بعض. انا بستنى كلامكم، بستنى تعليقي، يعني يفرق معايا جدا على فكره، بستنى نتقابل في مناسبات، بستنى اقدر اقدم لكم حاجه تفيدكم، اقدر اقدم لكم حاجه تبسطكم، اقدر اشارككم لحظه حلوه. صدقوني الموضوع الحمد لله هو نعمه كبيره قوي قوي قوي، بس لولاكم عمري ما كنت يعني هوصل لده، لانه انتوا اللي خلتوني اكبر وانضج في السوشيال ميديا كمان، وابقى بختار مين اتابع مين واتعامل مع مين وادعم مين وايه البراندز اللي اشتغل معاها. لو براند جت تشتغل معايا عشان رقمي اللي هو ببقى باين قوي بقى، لا انا مش فارق لي رقم المتابعين، اشتغل معايا عشان عارف اني هضيف حاجه، فاسيبني اعمل حاجه دي بطريقتي. لو مش كده والناس اللي بتشتغل معايا عارفين انا اكتر حد بيقول لا اللي هو انا نيفر بشارك الناس حاجه غير وانا متاكده انه الحاجه دي هتفرق معاهم، او حاجه انا فعلا بجربها اوريدي. يعني حتى لو الحاجه دي مش 100% اصح حاجه، بس انا بجربها انا اوريدي، او بناخدها. تقولي اللبن اللي مش عارف ايه، انا باخده، يعني الشرائح او الرقائق بتاعه الفطار اللي بناخدها، يعني احنا مش كائنات افلاطونيه نازلين بناكل طول الوقت اكل 100% healthy. فالمهم يا جماعه I love you جدا، طولت عليكم في ماتش توكس النهارده، الجو حلو وبحب اتكلم معاكم. Love you, love you, love you.